مهرجان مواسم طنجة الخالدة في دورته الثانية تراث موسيقي يساهم في ترسيخ قيم المواطنة ببعد فني وترفيهي في حفاظ على الموروث الثقافي. الختام من طنجة التي ودعت فعاليات النسخة الثانية من مهرجان مواسم خالدة احتفاء بالموسيقى الأندلسية والروحية، تظاهرة تميزت بمشاركة أسماء وزنة في هذا الفن الأصيل. لقطات من حفل الاختتام في روبورتاج أنس أبو مهدي وسعيد نجح. أمسية أندلسية ممزوجة بنفحات صوفية أحياها جوق محمد العربي المرابط برئاسة الفنان محمد العروسي معزز بقيدوم جوق الإذاعة الوطنية. نوبة موسيقية سافرت بعشاق هذا الفن الأصيل إلى زمن الأندلس. المهرجان يسعى بالأساس إلى ترسيخ القيم الوطنية والدينية لدى الناشئة، بالإضافة إلى البعد الترفيهي للمهرجان هناك هذا الإلحاح على تمرير هذه القيم السمحة التي تربى عليها المغاربة، حيث أصبح الشباب اليوم ربما منغمسين في العالم الافتراضي أكثر منه في العالم الواقعي. نخبة من ألمع العازفين والمنشدين من مختلف مدن المملكة أمتع الجمهور الحاضر بوصلات موسيقية جمعت بين الطابع الديني والطابع الفني، مستحضرة لحظات مشرقة من هويتنا الثقافية الأصيلة. المحافظة على هذا التراث الصوفي والروحي حتى لا يندثر، إن شاء الله أتمنى أن هذه المهرجانات وهذه المبادرات تتكرر عدة مرات. رسالة ديالنا كفنانين كنا نديو التراث هو بعد الحفاظ على التراث، هذا التراث الثقافي اللي كيزخر به هذا البلد الجميل، واللي كاين بزاف ديال البلدان ما عندهمش هذا الغنى التراثي والثقافي. موعد سنوي إذن بات يحرص على مزيد من تعزيز حضور مدينة طنجة على الساحة الفنية وتنويع منتوجها الثقافي والفني. مهرجان مواسم طنجة الخالدة في دورته الثانية تراث موسيقي يساهم في ترسيخ قيم المواطنة ببعد فني وترفيهي في حفاظ على الموروث الثقافي.